استسهال الاقتراض الخارجي له عواقب وخيمة جدا، ولا أعرف لماذا الاتجاه إلى الاقتراض الخارجي. العراق الآن قد تجاوز الخط الأحمر، أي اقتراض جديد من قبل البنك المركزي، البنك الدولي وغيرهم من المؤسسات العالمية، والآن يتجهون إلى البنك الأوروبي وهو لا يقل شروطا عن البنك الدولي. أعتقد أننا في ظرف سنوات سنخضع إلى إرادة هذه المؤسسات. هذه المؤسسات لديها شروط تفرضها على المجتمع، تفرضها على تلك الدولة، وأيضا في حالة تعثر لأي سبب كان، تعثر في التسديد، فإن من حق هذه الدولة أن تصادر ممتلكات هذه الدولة الخارجية، وأيضا تسيطر على اقتصادها الداخلي بطريقة قانونية من خلال المؤسسات الدولية العالمية. وهذه معناها ما تسمى بإفلاس الدولة، وبالتالي يجب أن تخضع لاستعمار جديد وهيمنة جديدة، هيمنة إمبريالية من خلال الشركات، عفوا من خلال هذه المؤسسات الرأسمالية. لهذا يجب على الدولة أن تمتنع من الاقتراض الخارجي. الاقتراض الخارجي مشروط. لماذا لا نقترض من المؤسسات الداخلية؟ أنا أعرف طبعا البنوك العراقية الأهلية هي بنوك يعني بسيطة، يعني تافهة في رأس مالها، يعني كل بنك بعشر ملايين، تعتبر 12 مليار، يعني تمشي، يعني حالة تشتري عملة وتصدر، وهذا من خلال العملة ومن خلال العلاقات مع المؤسسات الحكومية من خلال كوميشنات معينة، وبالتالي يطلع له بالسنة كم مليون وتمشي الأمور. هذه مو مصارف إخوان ولا بنوك، نحن ليس لدينا بنوك إطلاقا. أساس كل حضارة هو وأساس كل تطور بالعالم هو سهولة الصيرفة أو عملية الصيرفة. النهضة لماذا بدأت في أوروبا، في إيطاليا، في فلورنسا وفي فينيسيا وفي جنوة وفي فلورنتينا الإيطالية؟ لماذا؟ لأن هذه المناطق الإيطالية بدأت فيها حركة الصيرفة، بدأت بها البنوك سفتجة وكل شيء، الأنكاشير وما شنو، كل التعابير هي إيطالية قديمة، يعني ذلك بقت لحد الآن. ولهذا بدأت حركة الصيرفة، وبالتالي ساعدت على حركة النشاطات الشركات الرأسمالية، وبالتالي انتقال رؤوس الأموال بطريقة سلسة. بنوكنا يعني أنا شخصيا مثلا أشاهد بعض الأحيان في بنك الرشيد مثلا، في فرع مثلا في الجامعة المستنصرية وفرع مثلا في باب المعظم، تريد تنقل بعض الأموال من فرع، عندك حساب بفرع باب المعظم للرشيد وعندك حساب لفرع الجامعة المستنصرية لبنك الرشيد، تريد تنقل من بنك ضمن البنك الواحد، مستحيل، يقول لك ما عندنا هيك إمكانية. إذن شلون تنتقل من بنك إلى آخر دولي، سويفت وغيرها والآيباد وغيرها والشغلات هذه؟ حقيقة يعني نوبات، يعني أنت تأخذ راتبك من بنك وعندك حساب بالبنك، يابا هذا البطاقة مالتي دخلوها، لا اسحبها وروح وبعدين قدم وتحطها بالشباك الآخر. لا أعرف لماذا. إذا البنوك شنو؟ صيرفة شنو؟ هاي دكاكين يعني. فذلك أنا أعرف أحد أسباب عدم تطور الاستثمار في العراق هو لأن بنوكنا بنوك تافهة رأس مال من جانب الرأس المال. ولذلك أنت كيف تجي تستقبل شركة مثلا لديها مشروع بخمسة مليارات دولار؟ على الأقل لازم تحط نص المبلغ في بنك عراقي داخلي، يعني وين تحطها؟ تحط لها في 3 مليار، وين تحطها مثلا؟ بأي بنك؟ هو كل بنك كل إمكانيته 5 مليون. إذن احنا نحتاج إلى حركة صيرفة. حركة الصيرفة عندنا تافهة، يعني عندنا دولة مو ماليين، عندنا بانكرز يعني يشتغلون في بنوك وفي بنوك جدا متخلفة. احنا لدينا في العراق لا نفرق بين المالي والبنكي،
كل واحد يشتغل ببنك سميناه المالي، المستشار المالي. شنو دخل المالي المالي رجل متخصص بالاقتصاد وبحركة رأس المال وغيرها. البنكي هذا رجل قاعد صراف، صراف يعني محاسب، بانكرز محاسبين. احنا نعتبر البانكرز او المحاسبين نعتبرهم يعني ماليين، وهذا شيء مضحك اخوان، شيء مضحك. ولهذا واحدة من أسباب تخلفنا هو هاي القضية.